تحتفل قبل الماتش. عشان كده الزمالك فازية بالقوة والإرادة والحزيمة والتوفيق. مصر منسي ما احتفل قبل ما الماتش يخلص برضه. بس مش بطريقة دي، ممكن يكون الاحتفال بص ما تحتفلش قبل المباراة أصلاً. أنا بتكلم قبل المباراة. يعني ما ينفعش أنا راح ألعب ماتش قبل المباراة زي في المباراة برضه. لا. لا. قبل المباراة تقليل وتحقير من المنافس. يعني أنا أفوز عليك غصب عنك، أنا مش شايفك. ده في الفيربي لي ما ينفعش ويعاقب عليه. طب وايه رايك في تصريحات يا راجل؟ انت المبالغه في الاحتفال بتتعاقب عليها في الفيرب ليه؟ بس احنا ما حدش بيطبق حاجه هنا. نعم. احترم المنافس. ايه رايك في تصريحات احمد بلال قبل المباراه على الزمالك؟ احمد بلال عايز ترند يا عم، سيبك منه. ليه كام شهر ما حدش سائل فيه وبيضرب هوا ويتفق معاك على فلوسه وما يجيش؟ ما حبش يتكلم عن الناس. شفنا احتفال، شفنا امام عاشور يعني كان بيوبخ عواد اخيرا. اللي يعني الحركه اللي عملها مع عواد جاي يوسع لعيبه الاهلي وامام رافض انه يسلم عليها او حتى يجي يسلم على كله. ده اسمه تسيب وانفلات وعدم ضبط. عشان كده محمد رمضان هينفخ العيال دي كلها. غير مشاركه امام مع افشف. يا باشا بص، رمضان ده زي رمزه بتاع المنطقه التعليميه. يعني هي يعني اكون زي كابتن سيد عبد الحفيظ يعني في الاداره؟ لا، زي ثابت البطل. رمضان تلميذ الكابتن طارق، لا تقارن. الجيل شاف سيد عظيم، لكن احنا شفنا طارق سليم. طارق سليم لما قدم محمد رمضان في الاداره ما قدموش مدير كوره، قدمه في اداره الكوره لانه كان مش ابناء الاهلي. وعملت حوار مع الكابتن طارق سنه 95 لان كان ترند الصحف، وانفردت بحوار مع الكابتن طارق انا بقدم رمضان افضل اداري للاهلي في المستقبل. ورمضان كان بيعد انه برئيس للنادي الاهلي. كابتن محمد رمضان في حته تانية في الاداره. جيل الكابتن ثابت البطل، رابسو اللي هينفخ المنطقه التعليميه. بس النجوم يعني ده جيل وده جيل، ده سيستم وده سيستم. لكن انا من وجهه نظري لا، محمد رمضان بس حاليا يعني الكابتن بتاع كابتن سيد عرب ده صاحب ابو يوسف، ده بتاع السوشيال ميديا والسبايسي، معلم في الملفات كلها. لكن تركيبه الكابتن رمضان حاجه تانية في حته تانية. واشكرك. شكرا. شكرا يا جماعه. شكرا. واجب له ساعه. معلش، ما دول اصحابي. يا حبيبي يا نجم يا عبد الناصر يا حسن بيه.